ومعرفة أن المحاماة والمحامين لم يكونوا في أي وقت من الأوقات مجرد أكباش يساقون إلى أي مكان نريد أن نسوقهم إليه. أقول بأنني أؤكد ما قاله زميلي لأنه يعبر عن الحقيقة التي نعيشها. ولكن كدفاع لابد لكل واحد منا أن يضع بصمة، لا أقول سيخلد بها، ولكن ليعبر عن الحقيقة المرة عما نعيشه اليوم. ونحن مكرهون لا أبطال. لماذا؟ لأنه ما فرض علينا اتخذ بدون روية وبدون اتزان. للمحامي دور كبير، ولا يمكن أن نسير خطوة واحدة من طرف الجميع إلا بعد استشارة والرجوع للأشخاص الذين انتدبوا وكلفوا من طرف جموع المحامين أن يقوموا بتدبير شأن هذا القطاع. فهؤلاء أقول لهم ارجعوا إلى التاريخ، وستجدون منذ إنشاء جمعية آت المحامين سنة 1962 والمحامون في خضم العملية السياسية الحقوقية، كل مجالات يتم استشارتهم، يتم التعاون معهم في الوصول إلى القول بمقاربة تشاركية لمعالجة كل المشاكل. وتعرفون ما هو المحامي؟ على هؤلاء أن يعرفوا أن دور المحامي ليس دورا بسيطا، أن المحامي فاعل حقوقي سياسي مجتمعي مدني، أن المحامي يمكنه أن يقوم بأدوار متعددة سواء داخل هيئته أو داخل كل المجتمع المدني والسياسي، وكل الأطراف والأطياف تلجأ إليه وتستعين به لأنه فعلا هو شخص مطلوب في أن يكون عالما وفاهما لكل مجالات الحياة بكافة مستوياتها. لذا فمن خلالكم ومن خلال وقفتكم الناجحة وتواجدكم منذ يوم الاثنين، كنتم فعلا أكبر وأعلى تعبير عن إرادتنا، عن إرادة جمعية آت المحامين، عن إرادة نقابات المحامين 17 بالمغرب. وهذا لا يعني أننا نقاطع، ولكن منعنا من الدخول بمجرد توجيه دورها ومنحنا الأجل. في أي وقت كانت الجهات تتعامل مع نقابات المحامين بأوامر وآجال، كانوا يجلسون على الطاولة للوصول إلى خلاصات نشارك فيها ونتخذ الموقف الذي نرى أنه يلائم السير الطبيعي والعادي لبلدنا، يلائم مشروع العدالة. وكم من مسؤولين على مستوى الحكومات المغربية السابقة استجابوا واحترموا وأخذوا بالاعتبار مواقف الدفاع ولم يستطيعوا أن يتجاوزوه ولا أن يأمروه بأن يقدم أفراد التابعين لكل هيئات المحامين بالمغرب جوازات الولوج إلى المحاكم، علما بأن لو كان لديهم الحق لما تأخر المسؤولون المهنيون على مسايرتهم. وإن كان الأسلوب هو الرجل، لا يمكن ولا يمكن اعتبار المحاماة جهة تابعة تؤتمر بأوامر. المحاماة مستقلة وتسعى إلى أن تصل إلى استقلال أكبر
في جميع المستويات. ولا نريد المحطة التي نحن فيها الآن محطة يتحملون مسؤوليتها. المحامون في ربوع المملكة يقومون باحتجاج سلمي بعدما منعوا من ولوج المحاكم، بعدما عطلوا قطاع العدالة، بعدما مسوا بحقوق المتقاضين، لأننا نحن ننوب عن المتقاضين ولا ندافع على مصالح خاصة، وإن كان من حقنا أن ندافع عن هذه المصالح الخاصة لأننا غير تابعين لأي جهة كيفما كانت، وأن أتعابنا ومردودنا يأتي من زبنائنا وموكلينا. وبالتالي على الدولة وعلى من يقف وراء هذه الدورية أن يشعر ويعلم بأن المحامي يقوم بدور فعال داخل هذا المجتمع، ويحمل عبئاً كبيراً عن الجهات التي لها إدارة هذا القطاع. والمحامي كما قال أحد الزملاء يعتبر فرشوك لصد كل المحاولات التي تريد الهجوم على الجهات التي يرى فيها متغولة أو أنها هي الماسة بحقوقه وحرياته. أنا أتمنى أن نصمد. هذا لا يعني أننا أغلقنا باب الحوار من أجل الوصول إلى حلول تنقذ ماء الوجه. ونحن مادون أيدينا لكل الجهات ومستعدين للتغلب على كل الصعاب والمشاكل، لأننا في موقف وموقع سليم، لأننا لم نبادر إلى إخراج هذا المقتضى، وأننا لم نبادر إلى أننا سنمنع المحامين من ولوج المحاكم. من قام بهذا عليه أن يتراجع للوراء. سنقوم بما هو واجب علينا، وسنتصدى لهم بكل ما نملك من قوانا من أجل أن نقول لهم كفى كفى، فهاته المهنة أكبر من أي شخص كيفما كان، ولا يمكن المساس بها أو تقزيمها أو وضعها في الحضيض. فنحن نتوجه إلى هذه الجهات، وهو سهل عليها أن تصدر، هي أو من يرأسها أن تصدر قرارا بإيقاف ما اتخذ في حق المحاماة وفي حق هذا الجسم الذي يقوم بأدوار كبيرة داخل هذا المجتمع. سيقول: نحن لسنا بصدد عرض القوى أو اختبار ميزان القوى، من سينتصر، من سيتوقف عليهم أن يستجيبوا لمنطق العقل، لمنطق الحوار. ونحن وحضرت شخصيا اجتماعا، وتحت رقابة النقيب اجتماعا كان فيه وزير العدل في مأدبة عشاء، لم يمر عليها 15 أو 20 يوما ولم يطرح هذا المشكل على طاولة النقاش بصفة كلية. نوقش مشكل المساعدة القضائية، نوقش مشكل القانون المهني، نوقشت أشياء متعددة إلا هذا المشكل. ونحن نعيش جائحة كورونا منذ مارس 2020، فكيف تفتقت عبقرية من أوصى ومن أمر بأن يصدر هذا القرار أو أن توجه هذه الدورية. فعلا عليهم كذلك أن يستوعبوا، يكفي أن تنادي نقابة بتوقف في جهات ما من جهات المملكة، أن يستشعروا أن هذا أمر جلل، وأن يتراجعوا وأن يعملوا على التواصل. ولكن أن تصدر وتعبأ مجموعة من وسائل الإعلام لضرب المحاماة وللقول بأننا نحن نريد أن يكون لنا امتياز مستقل عن باقي أفراد الوطن.
هذا لم يدعيه وغير ملموس سواء من الناحية الواقعية أو النظرية. فنحن ما زلنا نقول وما زال الوقت ليتعظ هؤلاء وليرجعوا إلى عن غيم ويرجعوا لجادة الصواب ويقولوا بأنه الذي يخطئ ويتراجع فلا يؤخذ، ومن الواجب عليهم أن يتراجعوا ويصلحوا ما اقترفوه في حق هذه المحاماة، لأن المحاماة جسم كان وما زال وسيبقى يقوم بالدود عن الحقوق والحريات، ولن يتنازل قيد أنملة عن تطبيق القانون كيفما كانت الظروف وكيفما كانت الأوضاع السياسية وكيفما كان الحاكمون الذين يحكمون اليوم، لأنه سأظن بأنه بعد سنوات سيزول والشعب يحاكم، ونحن من ضمن فئات الشعب التي لها الحق في أن تصرخ في وجه كل من رأت بأنه أساء تطبيق أو تعسف. الشعب يوم من أراد الحياة لا بد أن يستجيب القدر، ولا بد للليل أن